سامح كل من أساء إليك. تريد النبي يفرح الليلة؟ سامح كل من أساء، كل بدون استثناء، كل من أساء إليك. واحد يقول صعب، أنا أعرف أنه صعب، وأحيانا هذا الطلب يكون مؤلم. نعم مؤلم، لأن بعض الذين أساءوا إليك أو يسيئون إلينا يغيرون في الإساءة إلى الحد المتعب، إلى الحد الذي يقطع نياط القلب، أعرف هذا، لكن يستاهل من أجله تخطو خطوة مؤلمة؟ يستاهل تدوس على جمرة من أجله؟ ندوس على هذه الجمرة وسامح.